سلام الله عليكم أصحابتي. Two people killed, hundreds more injured when the crowd surged as Travis Scott was on stage. We're learning more about. واللي بعد كده عندنا كاسي مريكنك برنامج لياب لأيام ما تدينها يا. Eight people dead and many others hurt. 50,000 fans gathering to. مع وعده اللي مشرى يحالها يو سوشيال ميديا ولا كلا صفتي يدنا كاسي مريكنك ما تدي احتجي إن هذي أنا وعشب تا سبسكرايب تدو لي رجلين لايك تدو وعطسي كومنت تيجينا فكر كذا نقوله وذاك سأكسر وذا برنامج كفاف حسن. وقتهاي ما توحى تيجي نا نكاسي مريكنك وليبا جوالك تكسس من تيجي نا بعد أن الله يعبد الله بكر دعي شوي إفا تاريخ إنتو جري والله ياب كبر نابا كر دعي فنانك نيو فنانك يسوع مريض إشي يجي جرين ما ترافيس كود بوها مس أزبراكي بوها أزبراكي ما هو عنجاله بل حوا يدك أبديتس كوا حوا هيب هوب كمريكن كوا فنانك يسوع مريض إشي يجي جرين أزبراكي ما هو عنجاله يسوع مريض وشخص بدقين وقت أبو فلا يو أزبراكي والله كل شيء جناه معناه يسوع مريض ويا لسكلي بقول قفون رؤية جرو ولا لو دتك ساقس بينا أكو قس بينا صوم على المذا واتهاي فنان كان وحوق بسني يشو كل تورن وسميني مريكو كل حسميني أستر وول بوجو مقعد راي وحا كان رعي قساره وقوينا شو انت لقبناي وحا كلها وعمي سدح بقول أوقف وحا كرونا فيا وحا نقول انت سديت قف انت مرك عن رعضويك يجوغ مقالدي يحميش لحي شو انت لحي استاجن أرنك مرك أوريس ميشو كبير وضعين كدب الجينية سيالك وجدان أرنك مرك أوريس وحو كبير وضعي ملاب مالين تي شوغ مرك اللي قباني صباح ذي وكلاء برحاد بالو قبانيا معناه وحا عن كهالي أنيق وا كنتون كن وقف ميلي سويت من باك هالي هو اللي قلي أو لا بقول أغفي أفر بقول أغفي كما هالي وبرحاد إلهي واي كنتون كن وقف وميش سويت من مركا ورت مستيق وضوح كدعي ويستطق وصوج بصدين سيالك أسكار كيسان دتك وصوج بصدي شو يمرك القبنا يدتك أودي صوج بصدين وسكورتك يبريه لو إلى لنا يقف كي تيجي وتمين يدتك كله لو واحد عندك كي صوج بصدين ده تسوي مركا أقول لحظي إن مش آدي آدي النصر بحسنه سو هاش مركا سويديني سوا واحد تاعي شو برحل وقفتي وليد بالوقا بين جري ما حد مشرد إن يدعو عن يشوف إن مش مدرع بكرة على سويديني سا ما يا مش مركي كنت نقف إن قطعي أيضو إيميل بنانا أي تاعي هذه أي تاعي بهذا نضتك نقص كقبني علشان نضتك نقص كقبني وح كودا هذا مقال كان كرو فيرسو إن مركي وشوق جلي وعي ضتك سيس كودو الرناين بلو فيرسو بس سيس كودو الرناين سو جدا إشكر رن تحصل على وضعها حالة دو ضتك ساس أحد مركا ضتك لو يأكل قيم سمين ضت رابر كتاجرسن يضتك سور جدو dadka ka soo horjeedo waxay ku eedeenayaan isagoo ambalaasida arkaya oo xaaladda in meel xun maris arkaya haddana uma uusan joojin oo showgiisu iska sii wati bay ku doodayaan sidoo kale dadka la jirana waxa ay ku doodayaan oo ay ku difaacayaan warwaakana soo kan ee istaajiye ee showgi dhan qabtay ee dhahayniyo waxa ku wariyay hal istaajiye showgu qofka hal caawi waa kan dhahaya sidoo kale waxa meesha si qaraareeyay oo xaaladu ay sii adkaatay markii uu dareenka fanaanka dareenka ee mataana reer Canada uu asagana kula soo biiray waxa waaye Travis iyo Nickel yiraahdo dareenka aad u wada shaqeeyeen collaboration farabadan wada sameeyeen heesa farabadan bay wada qaadeen raabar asxaab isku dhawey ahaayeen ninkii dareenka meesha markuu soo biiray xaaladu waa sii adkaatay waa culaysku waa sii batay dadku waa naqaskii qaadan waayeen markii aan kula dadku naqaska ay qaadan waayeen علشان وا سيد الله إسكون دول صار صارنا بعد كم دريم يساعدك حتى قبل أحقار ولا ساعدي بناك اللو ساري رجع قار ولا جدة تقوليني ما شكرتي هكذا تقوليني أيضا وحاسو شكرتي شقيني أنا ولا جدة تقوليني وهذا ناس يديت قف لما طي أولي بقى دائر أبدا لحيت من جرو كويلات من جرو أبدا بس يديت قف كل ما طي سدح بقول أقف وحكله ما يكون عوان سيد الله كل واحد يلا حليها كل واحد كم دها إن شعبك أي صوف ولا تياترك وإليهن وردت بعد ما نيا
war ma waalantihiin war see wax wadaan hadda gabadhaan kuufiisa qof baa dhimanaya bay leedahay hala joojiya showga way jiideen qolooyinka la shaqeynaya way diideen in showga in la joojiyo dhacdooyinkaas marka ka dhaxay hal mar aydin dhex geeyo showga aan caadi idin dhex istaajiyo adoo daawanaya haddeer oon meesha aan joogin baad waxaad dareemaysaa culays baad dareemaysaa bal hal mar dabcan xataa waxaan arkaya heesteeda aniga waxa waaye im highest in the room waa heesti kulli aan Travis Scott ka dhegeysto xataa meesha laga qaadayay bal hal mar showga aan dhex istaagna bal muuqaalada dadka showga dhex jooga ay soo duubeen hal mar aan daawano dhacaya xataa halkaas soma aragtaan dad baa dhacaya dad baa hoos u dhacay dabcan taas heesteedii ahayd heesticlian trafisto ka dhegeysta waaye ama highest in the room sidoo kale bal fideoyadii kale ee meesha lasoo dhigay baan fiirinaynaa iyagoo dadku ay silcayaan oo ay rafaadayaan waas ka socotaa dad baa hoos jiifa oo dad kaliya kalcelinaya haddana saasta waa la isbuuranaya caadi baa isku buuranaya meeshaana waa waa meel loogu talagalay oo showyada lagu qabto barxad aad weyn waaye sidoo kale waxyaalaha la yaabka le meesha ka dhacay waxay ahayd ambalansigii dadka aruurinaysay ee meesha timid ee inay dhaawacyada iyo dadka wax gaareen iyo dadka dhintay inay qaado isbitaalka ay geyso ambalansyada korkooda la camirtay macnaha gaangiska meesha joogay ambalansyada korkooda la camirtay shuuga lagala socdo lagu daansan gareynaya gaariga lama dhaqaajiyo kordada kor saaran soo day haddii la dhaho ma maqlayaan waxa waaye muusiga cirkaas ah jawigaasi ku maqan yihiin wareer baa meesha ka dhacay caadiya mataqaan la shuuga sidoo kale fanaanka xataa uu soo hadlay oo dabcan instagramka suu muuqaal soo dhigay isagoo sheegaya in wixii dhacay uu ka xun yahay faniskiisana wixii gaaray uu ka xun yahay showgan uusan joojin karin oo uusan mataqaana maqlin oo uusan xaaladda mar walba la socon ma fahanti I just want to send out prayers to the ones that was lost last night we're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time you know my fans really mean the world to me and I always just really want to leave them with a positive experience ugu dambeyn markood waxaa leeyahay fanaanka waxaa lagu xukumay magdhow fara badan inuu bixiyo dadkii meeshaas ku dhintay inuu magdhow ka bixiyo dadkii ku dhaawacmay dawadoodii magdhowgooda inuu bixiyo kulley meeshaas barnaamijkaas oo ka dhacay tuurkii uu sameynayay ninkan Travis Scott
waa khasaare weyn buu aad u geystay social media mareykanka oo dhan baa laga hadlayaa, social media caalamka oo dhan baa laga hadlayaa. Waa showgii ugu saameynta badnaa ever taariikh intii mataqaanaa show lagu qabanayay dhankaasi mareykanka, dhimasho iyo dhaawac isa uga dhacdo. Weliba dadka meesha ku dhintay waa under age, waa dad da'yar bay ahaayeen. Waxaan leenahay annaga waxa waaye waa ka badbaadi karnaa showyadiina, waxa waaye qolqol leh waaye, iyo hool yaro waxa waaye oo 400-500 qof isugu imaaneyse bilfanaaniinteena showyada qabanaya waxaa idin leeyahay. Haddii xaalad noocaas oo kale ay timaado oo la isburinayo aragtaan oo kale, bal hala socdo, hala socdo ayaan dusha isaga istaagno, qasaaraan kale miyuusan dhicin. Barnaamijkeenii maanta in kaga dabageynaya abeedkii dhankaas iyo Mareykanka, intaasaan kusoo gabagabeynaya. Haddii aan ugu cusub tahay, subscribe-taada waa dhiirigelin, like-taada waa codsi, comment-tiigana fikirkaaga nagula wadaagaysaa. Intaan ku kulmi doono barnaamij kale mida wasiirka arrimaha gudaha ismaamulka Soomaaliya social media idin leh. Jaw jaw.